عن التثنيات اللي قدمها الأستاذ علي الأسدي وعدنان درجال من نفس النادي، كيف قبلت هاي ورفضت هاي؟ أجاوبك على هذا الموضوع. إذا تطلع للمادة 26 من قواعد الانتخابات لسنة 2017 بالفقرة تحديدا 4 تقول بأنه لجنة الانتخابات تكون مسؤولة عن البث المسائل المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية التي لا توجد أحكام في هذه القواعد بخصوصها. يعني هاي القواعد إذا ما بها أحكام لجنة الانتخابات هي تثبت في هاي المسألة دكتور مثل هاي القرارات يجب إصدارها أخذ بنظر الاعتبار. لا دكتور دكتور اسمح لي اسمح لي التعقيب من دكتور تسمح لي أسوي لك المادة 33 شو تقول؟ نصها واضح جدا أقدر أوضح لك إياها ممكن دكتور. يجب أن يرشح يتم ترشيح المرشحين لمنصب الرئيس والنواب من قبل 3 أعضاء عبر استمارة المنصوص عليها وقبل 60 يوم من عقد المؤتمر، بينما لكل مرشح لعضوية اللجنة التنفيذية يجب أن يقترح اسمه من قبل عضوين عبر الاستمارة المنصوص عليها وقبل 60 يوم من عقد المؤتمر. لكل عضو حق الترشيح مرشح واحد فقط لأي منصب من اللجنة التنفيذية، وفي حالة ترشيحه لأكثر من مرشح تكون جميع ترشيحاته باطلة. في حالة ترشيحه لأكثر من مرشح معناها ترشيحاته باطلة، جميع ترشيحاته باطلة. ما يعني هذه الفقرة 33 المادة الثانية. طيب دكتور. يعني شنو كابتن نعيم؟ يعني خلنا نفسرها بالعربي بالدارج. أي مرشح أنطي ترشيحين، ترشيحات اثنين باطلة. حلو. وهذا ما انطبق على كثير من الإخوان، مو فقط يعني يعني المفروض الأستاذ علي الأسدي سامر انطوا 3 ترشيحات والكابتن عدنان درجال اثنين هم يطلعون باعتبار جايبين من نفس النادي. إضافة إلى سامر انطوا أكثر من 3 ترشيحات يعني خلال ما دكتور شنو جوابك على هاي النقطة؟ أجاوب عن الكابتن نعيم. هذا النص صح مثل ما تفضلت وقرأته، هذا النص صحيح ومضبوط 100%. طيب. وما عليه إشكال إطلاقا، ولكن متى يطبق؟ أنا أخوك تعرفني متخصص في هذا المجال، في مجال القانون. طيب. هذا التثنيات إذا تم منح أكثر من تثنية لأكثر من مرشح، نعم كلها تعتبر تثنيات باطلة إذا كانت كلها أكتف، إذا كانت كلها فعالة بذات الوقت. يعني أنطي لحضرتك وأنطي الكابتن عدنان درجال وأنطي يونس محمود، كل واحد أنطي تثنية كلها تعتبر باطلة. طيب. صحيح هذا الكلام، ولكن إذا ما تم سحب التثنية الأولى، سحب التثنية الأولى من مرشح ومنح لمرشح آخر دكتور العفو، فالسحب يعتبر باطل. طيب من القوة الجوية سحب التثنية الأولى اللي معطيها للكابتن عدنان درجال؟ لا